السلام عليكم، نتمنى على الفيديو تاعي تلقاكم خير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو هاد لي كوكيز اللي راهم دايرين حاله في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب. بالك راكم شفتوهم لي كوكيز اللي يطيبوا في المقله مقادير بسيطه. جربتهم وقلت غاد نعطيكم الراي تاعي فيهم بكل صراحه. نروحوا لطريقه التحضير وفي الاخر غادي نقول لكم. هنايا درت 90 غرام تاع مارغارين، وزدت معاها ربع كاس تاع سكر غلاسي. جو ميلونج لو تو. المارغارين بيان سور تكون طريه، نخلط كل شيء ونزيد معاها لافاني. انا درت ليكيد، درت مغلوف صغيره ليكيد. لا ما عندكمش ليكيد ديروا بودر ثاني، تجي شابه سورتو تاع البلاد تهبل. غاد نزيد نخلطهم بيان ونزيد معاها وك المقادير بس في سامبل حتى خلاص. نزيد معاها كاس تاع فارينه واسمه وقرصه تاع لوفور شيميك، ما نكتروش خميره الحلويات غير واسمه. نستعمل يديا كيما تعودتوا عليا بيان سور. نكمل نخلطهم بيان بيان سور. عارفوا بلي الاخرين تاع الكاطو كاع لاباط تاع الكاطو ما تعجنش. هنا زدت ربع كاس ثاني تاع شوكولا. هذه صغيره، الا ما عندكمش الشوكولا صغيره ديروا طاوله تاع شوكولا وقطعوها. هنا جبت طبسي وراني راح ندير دي بول هكا صغيرين ونابلاتيهم كي من هاك. سهلين 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 حدهم. نأبلاتيهم هكا ونبدا نطيب فيهم. الطريقه تاعهم غير مقله. المقله تجيب مقله ديريها نار هاديه، يليق تكون نار هاديه، وندير شويه زيت ما تكتروش الزيت وتستفوهم تغطوا عليهم وتخليهم 5 دقائق في جهه. هنا راه لو بروبليم، انا يا كي توسيتهم ما طابوليش بالخف من الفوق كيما قالك. تما هنا جيت اوبليجي باش نعاود نقلبهم ونعاود نطيبهم. انا كي شفتهم طايبين وشابين. الاخر قلبتهم خليتهم 5 دقائق واحد اخر، وها هي النتيجه النهائيه تاعهم. غادي ولادي هما اللي يقول لكم النتيجه تاعهم. How was it? Good. You like it? Sure. ولدي عجباتو. هذه حاجه خفيفه للولاد. Come here. Try it and you have to be honest. How's it? Yummy. صراحه لوغو جا يهبل. ما من المقادير بسيطه غير شويه الشكل ما عجبنيش بزاف. انا نبغي حاجه بريزونطابل. بصح ملاح هكا لولادكم تنوضوا بالخفيتو للفطور الصباح ما شاء الله. ما مدراري ولادي بغاوهم ليسونسييل. نتوما جربوهم باش يقولوا لكم ما تقلبوهمش. نو، الا تقلبوهم باش يطيبوا لكم، سينو يقعدوا لكم خضر. انتم جربوهم قولوهم لي في التعليقات ونشوفكم في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.